السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلاميذ الصف الثالث الابتدائي، درسنا اليوم في مادة اللغة العربية. أهلا وسهلا بكم أحبائي التلاميذ. من منكم يحب الحلوى والحلويات والمثلجات؟ طبعا كلنا يحب الحلوى والحلويات. السؤال الآن، ما الذي يعطي الحلوى والحلويات والمثلجات الطعم الحلو؟ نعم، إنه السكر. هل سبق لكم أن زرتم معملا للسكر؟ سنتعرف أحبائي التلاميذ في درسنا اليوم عن معمل السكر في حمص. نبدأ الآن بقراءة المقطع الأول من درسنا. كنت دائما أقرأ اللافتة الآتية: شركة سكر حمص. عندما نمر بالسيارة أمام المعمل دون أن أسأل عنها، إلى أن جاء يوم وزارنا فيه ضيوف، وأرادت أمي أن تقدم لهم الشاي، ولكن لا يوجد سكر في العلبة. قالت أمي: اذهب يا رامز إلى البقالية لشراء السكر. تذكرت اللافتة وقلت لنفسي: لماذا لا أشتري السكر من المعمل؟ أليس هو الأفضل؟ ولكن المعمل بعيد وسوف أتأخر عن الضيوف، لذلك سأؤجل الشراء من المعمل إلى وقت آخر. الآن ننتقل إلى المقطع الثاني. بعد ذهاب الضيوف قلت لأمي: في المرة القادمة سأذهب لشراء السكر من معمل السكر. ضحكت أمي وضمتني إلى صدرها وهي تقول: فكرك تعجبني، ولكن إياك أن تذهب، إنك تحتاج إلى مسير 3 ساعات كي تصل، غير أني أعدك بزيارته لاحقا. الآن ننتقل إلى المقطع الثالث. وبعد أيام وفت أمي بوعدها، ودخلنا المعمل برفقة موظفة في المعمل. صحبتنا إلى كل الأقسام وحدثتنا قائلة: معامل السكر نوعان، معامل تستخرج السكر من الشوندر السكري، ومعامل تستخرج السكر من قصب السكر بواسطة أحدث الآلات التي تعصر هذه المواد ثم تصفيها من الشوائب العالقة فيها، وبعد ذلك تجففها بالحرارة وتحولها إلى حبيبات وتنقلها إلى قسم التعبئة فتوضع في أكياس مختلفة الأوزان. الآن ننتقل إلى المقطع الرابع. تذكرت آنذاك موضع السكر في هرم الغذاء، فرحت أحدث الموظفة بكل ثقة عن الإرشادات التي تعلمتها منه بالتقليل من تناول السكر، لأن كثرته تضر الأسنان وتسبب البدانة. ولما خرجنا قلت لأمي: الآن فهمت، المعامل توزع السكر على المؤسسات والبقاليات بأوزان كبيرة، ونحن نشتري منها بأوزان قليلة. بعد أن انتهينا من قراءة الدرس، ننتقل الآن إلى الأفكار الرئيسية في الدرس. من خلال قراءتنا للدرس نستخلص لكل مقطع فكرة رئيسية. المقطع الأول كان يتحدث عن مجيء الضيوف. المقطع الثاني كان يتحدث عن تحدث رامز مع أمه. المقطع الثالث كان يتحدث عن جولة في أقسام المعمل. أما المقطع الرابع فكان يحدثنا عن الهرم الغذائي وموضع السكر فيه. ننتقل الآن
إلى الكلمات الجديدة في النص. إياك تعني احذر، ومرت معنا كلمة أخرى وهي لاحقا تعني وقت قريب، حبيبات تعني حبات صغيرة، إياك تعني احذر، لاحقا تعني وقت قريب، حبيبات تعني حبات صغيرة. الآن ننتقل وإياكم إلى الأسئلة الاستيعابية حول مضمون الدرس. السؤال الأول: ما اللافتة التي كان يقرأها رامز؟ نعم، شركة سكر حمص. السؤال الثاني: ماذا طلبت منه أمه؟ طلبت منه أمه أن يشتري السكر. السؤال الثالث: ما الفكرة التي خطرت ببال رامز؟ خطر ببال رامز أن يشتري السكر من المعمل. إلى هنا أحبائي التلاميذ ينتهي درسنا لهذا اليوم، ودمتم في أمان الله ورعايته، وإلى لقاء آخر في درس قادم إن شاء الله. تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.